وللتعليق على موضوع ينضم الينا داخل الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ شاه قرداغي. اهلا ومرحبا بك استاذ. اهلا وسهلا. وايضا معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا ومرحبا بكم. حياك الله. بدايه استاذ شاه، يعني صدور اوامر من السلطات في بغداد باعتقال الناشطين والمتظاهرين السلميين بذريعه انه قطع الطرق والجسور وقطع هذه الروابط ما بين ضفتي نهر دجلة، كيف ترون تصعيد الحكومة ضد المتظاهرين؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. إلى الآن العقلية الأمنية هي التي تفرض نفسها على تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين. إلى الآن هذه الاعتقالات المستمرة ومحاولة المحاولات الخطف والتهديد الآن إلى الآن مستمر، والقتل أيضا مستمر. هذه يعني أن الحكومة العراقية لم تدرك الدرس إلى الآن، وهي تتعامل بنفس أمني تريد إنهاء التظاهرات بحجة أنها تؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد، ولكن الجميع يعلم أن الفساد هو المؤثر الأكبر على اقتصاد البلاد وليس قطع شارع أو شارعين. هي الحكومة تريد أن تبرر قمعها للمتظاهرين، تبرر قمعها لحملات الاعتقال بأن المظاهرات أثرت على حياة المواطنين أو أثرت على الوضع الاقتصادي، ولكن هذه المبررات لا تنفع كتبريرات لهذا القمع الموجود. ويجب على الحكومة العراقية أن تدرك أن حملات الاعتقال وحملات القمع لم تؤثر على خفض أعداد المتظاهرين، بل زادت من أعدادهم، لأن كل ما أنت تعتقل شخص يخرج 10 أشخاص حتى يؤكدوا وجودهم ويؤكدوا دعمهم لهذا الشخص، ولكن بسبب العقلية الأمنية وأيضا بسبب عدم مركزية القرار، يعني هناك الآن فصائل وميليشيات وجماعات مسلحة، هذا يختطف، هذا يقتل، هذا يعتقل، وبالتالي الحكومة العراقية لا تستطيع أن حتى تتبنى سياسة واضحة، يعني هي تتبنى سياسة والميليشيات تتبنى سياسة أخرى، جميعها تصب في خانة إخماد التظاهرات بأقصى سرعة. بغض النظر عن الأرواح، الضحايا، الاختطافات، الهدف هو إنهاء التظاهرات بأقصى وقت لإعادة مسيرة الفساد، مسيرة الفوضى المستمرة، ولكن هذه الاعتقالات لا تؤثر سلبيا على الشارع، بل تؤثر بشكل إيجابي وتزيد من حماس الجماهير وحماس الشباب. نعم، ستبقى معنا أستاذ شهو. ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف دكتور صباح. كيف تفسر استهداف الكوادر الطبية، والذي هذا الاستهداف كان آخره استهداف طبيب على جسر الأحرار؟ بصراحة ممارسة الدولة باستخدام حالة العنف أصبحت ظاهرة كبيرة بما فيها طالة المسعفين والأطباء والأطقم الطبية التي تعمل على إنقاذ الجرحى والمصابين من جراء استخدام كل أشكال القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين، ولكن هذا يعطي أيضا قوة كبيرة لحالة الإصرار المتظاهرين، وكما نلاحظ في الساعات القليلة الماضية هناك زيادة كبيرة جدا في حالات التجمع في الساحات ومنها ساحة التحرير. هذا ماذا يدلل؟ يدلل على زيادة في حالة الوعي. الخوف، تم كسر حاجز الخوف مما دفع المتظاهرين في الصمود والاستمرار، وهذا هو الذي أرعب حقيقة الطبقة السياسية في بغداد. نعم أستاذ شاه، اللافت لي يعني للانتباه أنه إضافة إلى استهداف فئة الأطباء والمسعفين في ساحات التظاهر، هنالك استهداف آخر بالنسبة للإعلاميين. لماذا هذا الإصرار الحكومي على استهداف هاتين الفئتين فقط؟ إذا عدنا لبداية التظاهرات، منذ اليوم الأول حاولوا تهديد الوسائل الإعلامية الموجودة، ثم اقتحام بعض القنوات، ثم إغلاق بعض الآخر. بعد هذا الأمر تحول كل ناشط وإعلامي إلى قناة تلفزيونية يغطي كامل جرائم الحكومة وينشر هذه الجرائم إلى العالم، وبالتالي أصبح أدركوا أن عدوهم كل الناشطين والإعلاميين الموجودين في الداخل، وأنهم حتى لو أغلقوا كامل القنوات الفضائية وحاولوا قطع الإنترنت إلا أن هناك ناشطين وإعلاميين يفضحون الممارسات القمعية للحكومة. لهذا السبب بدأوا باستهداف الإعلاميين والناشطين، كما رأينا أمس في ميسان أيضا بدأوا باستهداف الناشطين والإعلاميين كمحاولة لتهديد هذه الفئة، لأن هذه الفئة هي التي تغطي جرائم الحكومة وهي التي
توصل صوت المتظاهرين إلى العالم بنجاح، يعني نجحوا خلال بدون أن يكون عندهم خبرة، نجحوا خلال هذه الفترة بإيصال صوتهم إلى العالم دون أن يكون هناك تبني للقنوات الحكومية الرسمية أو الوسائل الإعلامية الموجودة في العراق. لا. يعني الدور الذي لعبه هؤلاء الناشطين أكبر من دور القنوات الفضائية الموجودة داخل العراق، وبالتالي هذا الأمر يشكل تهديد على الحكومة، وهي تركز على قمع هؤلاء وإنهاء هذا الصوت حتى تقوم بارتكاب الجرائم بدون تغطية إعلامية وبدون أن يعلم العالم بهذه الجرائم. معظم الأصوات كانت تعلو وترفع مطالبها في الجسور، على جسور تحديدا في بغداد. ما الأهمية الاستراتيجية لهذه الجسور وما رمزيتها أيضا دكتور صباح؟ إليك السؤال. حقيقة المدة الزمنية التي مضت على استمرار التظاهرات واستخدام العنف في اعتقادي كان هناك شبه قرار وليس ملزم أن المتظاهرين يحولون حالة التظاهرات إلى عصيان مدني، ولذلك أولى الإجراءات التي فكروا بها هو عملية قطع الطرق وقطع الجسور خصوصا في بغداد، إضافة إلى أن المتظاهرين في البصرة حاولوا عملية منع وقطع الطريق الخاص بميناء أم قصر. هذا السلوك يدلل على أن هناك تحولات ستكون في الأيام أو الساعات القادمة من قبل المتظاهرين لتحويل حالة التظاهر لعدم استجابة الحكومة والسلطة السياسية للمطالب أو عدم وجود برنامج حقيقي واضح لعملية تنفيذ المطالب التي يطلبها المتظاهرون، فقد يؤدي ذلك إلى عصيان مدني مما دفع المتظاهرين إلى عملية قطع الجسور، ونلاحظ الضحايا التي قدمت على جسر الأحرار وكذلك أيضا في نفق العلاوي وكذلك أيضا جسر الشهداء. هذا يدلل أن هناك برنامجا قادما سيقوم به المتظاهرون لعدم استجابة السلطة السياسية لمطالبه. نعم أستاذ شاهو، التظاهرات تعم كافة محافظات الوسط والجنوب، لكن الملفت للنظر اليوم خروج طلاب جامعة تكريت في تظاهرة مؤيدة لانتفاضة تشرين، وهنالك توقعات بأن يخرج أقرانهم في جامعات الموصل والأنبار بتظاهرات مؤيدة. كيف يعني تعلقون على هذه النقلة النوعية في الانتفاضة؟ أحد نتائج هذه الثورة أو هذه المظاهرات التي انطلقت من بداية أكتوبر هي إنهاء النزعة الطائفية التي كانت السلطة تعول عليها لتفريق المجتمع. نعم. وبالتالي الجميع يتعاطف مع هذه المظاهرات ويشاركها، ولكن المصادر الحقوقية لمنظمات حقوقية أكدت أن السلطات الأمنية اعتقلت شباب في هذه المحافظات بسبب تعاطفها في مواقع التواصل الاجتماعي مع المتظاهرين. يعني مجرد التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في اعتقالهم، وإلى الآن هناك شباب مصيرهم مجهول. يعني حجم التهديد ومحاولة إخافة هؤلاء المواطنين كبير جدا، وعلى الرغم من هذا الشيء نرى أنهم اليوم خرجوا، وبالتالي يؤكدون على أن الحراك هو حراك شعبي كامل، يعني ليس مقتصرا على شريحة واحدة تعاني من الفساد، بل كل شرائح المجتمع تعاني من الفساد، كل شرائح جميع المحافظات تعاني من الفساد وتعاني من الظلم والاستبداد والميليشيات. وبالتالي حتى الآن عدم خروجهم لا يعني أنهم لا يتحملون المسؤولية، بل بسبب الآلة القمعية والإرهاب والتهديد الذي يقع عليهم، ورغم ذلك خرجوا. وبالتالي يريدون أن يوصلوا رسالة واضحة بأنهم يؤيدون مطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات، وأيضا يريدونها أن تتحقق أيضا في محافظاتهم، لأن المطالب هي مطالب كل مواطن عراقي. لأن الأسباب التي بسببها خرج المواطن في بغداد وكربلاء والنجف نفس الأسباب موجودة في باقي المناطق في الموصل والأنبار، ولكن الآلة القمعية وفورا يتم استخدام ورقة الإرهاب وإخافتهم بذلك، هذا ما دفعهم إلى عدم الخروج بشكل أوسع إلى الآن. نعم.
ننتقل إلى دكتور صباح. كان هنالك دعوة من قبل مجلس النواب الأمريكي يدعو فيها حكومة عادل عبد المهدي لمحاسبة القتلة، ما مدى جدية هذا الطرح الأمريكي؟ حقيقة السياسة الأمريكية في العراق ما زال لغاية الآن لم تتضح معالمها في عملية الدعم لمطالب المتظاهرين أو بالأحرى لمطالب الشعب العراقي. ولذلك نلاحظ، أنا أعتقد هكذا بيانات أو هكذا دعوات هي جاءت عن استحياء وخجل بصراحة كبير جداً، لأن يدرك الأمريكان أنهم ساهموا بشكل أو بآخر من خلال احتلالهم للعراق الوصولا إلى هذه الحالة السيئة وهذه الأزمات الخانقة بوجود هذه الطغمة السياسية في إدارة البلد وصولا إلى حالات الفساد وحالات الاقتتال وغيرها، حتى دخول داعش يمتلكون الإمكانية العالية في عملية وجوده في العراق. ولذلك نلاحظ هم عن استحياء يتخذون بعض القرارات أو التوجيهات أو الدعوات أو حتى التصريحات الصحفية أو غيرها، ولكن شعبنا حقيقة سيعطي درسا واضحا في تاريخ الحركة الوطنية للعراق بهذا الزخم والقوة. يجب أن ندرك شيئا، أو بالأحرى يجب أن يدرك العالم أن الجموع والحراك الشعبي الخارج والذي لا يتراوح أعمارهم بين 15 إلى 25 سنة هم خرجوا من رحم الطائفية المقيتة والمحاصصة والفساد المالي والإداري وعمليات الظلم والتهميش. هم لم يأتوا بشكل صدفة، وإنما حالة التراكم السيئة منذ 2003 ولغاية الآن في إدارة العراق هؤلاء أحد النتائج الذين أعطوا إيجابية كبيرة جدا في كسر حاجز الخوف رغم كل التضحيات والقتل الذي نراه أمامنا. وكذلك أيضا هم استطاعوا إسقاط الشيء المقدس للأحزاب الحاكمة في إدارة العراق حقيقة. ولذلك حتى لو استطاعوا عملية إيقاف هذا الحراك الشعبي لفترة زمنية سينفجر ثانية وبشكل أكبر أشبه بعملية البركان. نعم أستاذ شاهو، مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية قالت أن الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في بغداد في تزايد خلال الأسابيع الماضية الأخيرة، يعني ما هي العلاقة الطردية ما بين الانتهاكات وأعداد المتظاهرين، بحيث نرى أن كلما تزايدت أعداد المتظاهرين تزايدت معها حجم الانتهاكات بحقهم؟ في الأسبوع الأول والثاني والثالث ارتكبوا كل أنواع الجرائم وحاولوا إخماد التظاهرات بكل وسائل، فانكسر حاجز الخوف. الآن لا يوجد حاجز خوف عند المواطنين، يعني من ماذا يخافون؟ إذا لم يمت بطلقة لقوات أمنية يموت عن طريق اختطاف الميليشيات. يعني سابقا قبل الانتفاضة وقبل المظاهرات حالات الاختطاف أيضا موجودة، حالات قتل المواطنين أيضا موجودة، فبالتالي جعلوا من المواطن لا يكون لديه شيء يخسره. يعني ماذا ينتظر؟ إلى متى ينتظر؟ يعني هو خسر عمره وهو ينتظر 16 عام لتغيير هذا الحكم، لتغيير هذه الحكومة، لتغيير الوجوه، ولكنه لم ينجح في ذلك. الآن يريد أن يضمن مستقبل للأجيال القادمة، وبالتالي لا يكترث بحجم العنف وحجم الانتهاكات. يعني نحن نرى يوميا هناك حالات قتل، ونرى أن الوجوه تبتسم في ساحة التحرير وهناك حماس كبير لدى الشباب، وبالتالي هم يصرون على إيصال رسالتهم وعلى التغيير، وأنهم لم يعد يخافون من الآلة القمعية. يعني رغم أن الحكومة وبالتنسيق مع الميليشيات والفصائل وارتكبت كل الجرائم وآخرها هذه اختطاف الناشطة صبا المهداوي، عشرات الناشطات خرجنا بعدها، عشرات الأصوات خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الساحات، وبالتالي هذه التعويل على أن القمع من الممكن أن يخمد المظاهرات هذه المرة
فاشل، هذه نظرية فاشلة وتطبيق فاشل من قبل الحكومة، وبالتالي كلما زادت من ممارسة العنف يزيد من غضب الجماهير وحماسهم وأعدادهم يتكاثر أكثر في الساحات. نعم، هذه الانتهاكات، سؤال موجه إلى ضيفنا عبر الهاتف من عمان دكتور صباح، هذه الانتهاكات دفعت الكثير من الدول لتحرك اليوم تحديدا، كان هنالك مواقف لكل من بريطانيا وفرنسا، إدانات لهذه الانتهاكات، وكذلك مطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة. إلى أي مدى يمكن لحكومة عبد المهدي أن تستجيب لمثل هذه المطالب الدولية؟ حقيقة الحكومات العراقية بشكل أو بآخر في اعتقادي تتصور أنها محصنة من المحاسبة الدولية، تتوقع بسبب قوة الأمريكان إضافة إلى الدعم الإيراني و أذرعه بشكل أو بآخر، ولكن صمود التظاهرات وزيادة استخدام العنف المفرط ضدهم سيعطي في النهاية إمكانية عالية لتحرك المنظمات الدولية، إضافة إلى الحكومات الحرة في العالم الغربي، سيعطي أيضا شيئا من التضامن، ومحتمل أن تقدم حتى إلى شكاوي رسمية من المنظمات الدولية لمحكمة العدل الدولية بعملية محاكمة للشخصيات التي تعمل على استخدام العنف ضد المتظاهرين بوقت قد يؤدي ذلك إلى عملية إفشال أو إسقاط الحكومة، وكذلك أيضا تغيير العملية السياسية. هذا محتمل وارد أن يحصل في العراق. أستاذ شهوة، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، الآراء الدولية تخرج على استحياء، لماذا؟ لأن هناك أطراف دولية وأغلب الدول لديها مصالح وتستفيد من حجم الفساد الموجود في العراق، وبالتالي لا تريد أن يتغير هذا الحكم، وبالتالي تخسر مصالحها في العراق، لأننا نعلم أن العراق دولة غنية والفساد ليس فقط داخليا، بل هناك أطراف دولية، دول، منظمات، مؤسسات، كلها متورطة في هذا الفساد، وبالتالي لا تريد أن تخسر هذا الأمر. لأننا فعلا نستغرب أن الصوت العراقي وصل لكل العالم، وصل المعلومات يعني الوثائق إلى جميع المنظمات، ولكن ردة الفعل خجولة جدا. هذا يؤكد أن هناك مصلحة مشتركة، هناك فساد حتى داخل هذه المؤسسات والمنظمات، أو حتى الدول لديها مصالح معينة داخل العراق لا تريد أن تخسر، وهي تعلم، تدرك أن تغيير هذه الحكومة الفاسدة إلى حكومة نزيهة سوف يؤثر على مصالحها داخل العراق وينهي هذه المصالح والأموال التي كسبتها خلال الفترة الماضية. وبالتالي مواقفها خجولة، أو أصلاً تكون مثل التصريح الأخير للممثلة الأممية جيني هانس بلاسخارت. نعم، يعني هذا الموقف يشبه موقف رجل سياسي فاسد يكتسب من الفساد، وبالتالي يريد أن يستمر الفساد، يعني الدماء والضحايا، وهي تركز على النفط وثروات البلاد، بالتالي هذا يؤكد أن هناك مصالح مشتركة بين هذه المنظمات وهذه المؤسسات والحكومة العراقية، وهي تريد أن تغطي على الحكومة العراقية وتدعم الحكومة العراقية ولا تكترث بدماء المواطنين. نعم. شكرا جزيلا لكم أستاذ شهو قرداغي الباحث السياسي، كنت حاضرا معنا في استوديو الرافدين، والشكر موصول كذلك لضيفنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور صباح علو. شكرا لكم.